ياسمين، بتعرفي انه من كم يوم كان يوم العالمي للسعاده؟ اكيد ان شاء الله على طول سعيده انت وانت بسعاده وبصحه يا رب، ومشاهدينا بسعاده. بالفعل السعاده هي نعمه، ولكن في وقتنا الحالي اقدر اقول انها هي اصبحت حاجه وصحه يجب الحفاظ عليها. صحيح، لكن دراسه امريكيه اوضح فيها الطبيب فيفيك مورثي ان جيل الشباب أصبح أقل سعادة ويمر بحالة تشابه أزمة منتصف العمر، ومن المتوقع أن تصل هذه الظاهرة إلى دول أوروبا الغربية أيضا. أما تقارير مستوى السعادة أشارت إلى أن الشباب بين 15 و 24 عام لطالما كانوا الأكثر سعادة من الأجيال الأخرى، لكن الوضع بدأ بالتغيير منذ عام 2017. طبعا تتنوع الأسباب لفقدان السعادة لدى الشباب، من حروب ونزاعات أكيد، لكن السبب الرئيسي هو السوشيال ميديا، التلفون. فكبير الأطباء فيفيك أكد أنه لا توجد دراسات تشير إلى أن وسائل التواصل آمنة نفسياً سواء على الأطفال أو الشباب. المراهقون يقضون ما يوازي 5 ساعات يومياً في تصفح تلك الوسائل وأحياناً أكثر. يا نور، صحيح. الطبيب مورثي وجه أصابع الاتهام إلى الحكومات التي لا تنظم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد، ووصف الطبيب الوضع بالجنون. كما طالب بقوانين دولية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وتوطيد العلاقات الاجتماعية على أرض الواقع بين جيل الشباب. وايد في أشياء كنا نسويها وإحنا صغار من تواصل ولعب، يلا باتت غير موجودة اليوم. سألنا الشباب العربي مع كل ما نعيشه من تواصل عبر المنصات، شلون تحمون سعادتكم؟ خلونا نشوف أجوبتهم. الحاجة اللي ما تعجبنيش اتفرجش عليها، اعمل لها حاضر، ما اعمل لها حاجة اللي ما تجيليش تاني، بس ده المفروض. فجرب قد ما فيا كرمال درسي وكرمال انبسط بالحياة أكتر، اتفاداها قد ما فيا. بتجنب وببعد عن الأشياء اللي ممكن تسبب لي حزن وزي هيك، وببعد عنها وبصير أقعد مع العالم أكثر. والواحد يكون عنده شخصية قوية، يعني ما يتأثر بأي شيء ينقال وأي شيء على طول يكتبونه العالم. إن أنا مثلا ما زودش مثلا في الساعات، مثلا لازم حد أقصى 2 أو 3 ساعات في اليوم، ما ينفعش زي الناس اللي بتقعد 12 ساعة، أنا راجل فاتح سايبر، عندي أطفال بتيجي وعندي شباب كبيرة بتيجي، في ناس الموضوع بيتحدى معاها موضوع مثلا الجنون، اللي أنت خلاص كل يوم لازم 12 ساعة، لو قعدت ساعة 2 أو 3 ساعات ما تبقاش مستكفي منها. في الأساس ما عندي سوشيال ميديا بلاتفورمز، كتير قليل ما يكون منزلتهم خلال السنة الدراسية. أي حاجة بتضايقني مثل الشباب إن أنا أنزل الجيم، أكلم صحابي، أذاكر، أروح المدرسة كده بس. يعني ممكن اعمل لها اللي هي ما تضل تطلع لي نوت انترستد. بالعكس، اذا اعتقد مثلا مجال ساعه ساعتين تفتح على التلفون تتواصل على ويا اصدقاء، تتواصل ويا جماعه، بالعكس الموضوع ممكن يساعدك ويخليك ايجابي اكثر بهذا الموضوع. دو ما بصدق اللي بشوفه، مش كل شيء بشوفه مزبوط، لانه اكيد 3/4 القصص اللي بتنحط او نصهم اتيست يعني بيكونوا فيك، لانه العالم بيظهروا لك الجهه اللي بدهم اياك تشوفيها مش الحقيقه طول.